هارون يا استاذ باسم، يعني ازاي انت استخدمتها من روسيا والدنيا بتتعامل ازاي؟ جت ازاي مصر يعني؟ والله انا يعني انا متابع راقصات شرقيات كتير، وفي راقصات شرقيات كتير بترسمني كويس، بس انا لفتت نظري بصراحه جوهره، فلما اتكلمت معاها لقيت ان في يعني ارتباطات كتير، وقعدت وراها فتره يمكن اكتر من 3 شهور بنتكلم، ولحد ما وصلنا الديل يعني الاتفاق، وحصل الاتفاق وجت وصلت تمام. يعني حتى كان في اتفاقات تانية لسه لحد دلوقتي قائمة، يعني في واحد منهم تم وفي واحد لسه ما تمش. فالاتفاقات دي كانت غصب عنها لازم تروح، لان دي عقود مبرمة من فترة كبيرة. بعد كده هي هتستنى في مصر على طول وهتكمل على طول في مصر ان شاء الله. طب